في إطار المؤتمر 37 لاتحاد البرلمان العرب اللي منعقد اليوم بالجزائر اللي هي أرض مليون شهيد، نرجو أن هذا أبقى هذه الأرض استضافة هذا المؤتمر ينعكس على مخرجات هذا المؤتمر العربي، ويكون هذه المخرجات هذا البرلمانات اللي يجب أن تعكس إرادة الشعوب العربية اللي تحس به اليوم لم نعد نكتفي ببيانات هذا تعود على الشعب العربي ولا عاد يعطي اهتمامات لمخرجات هذه المؤتمرات العربية عموما. يجب اليوم أن نعكس هذه نتائج هذا المؤتمر، وأرجو من رئاسة الجزائر أن تدفع بالعمل العربي المشترك نحو تبني إرادة الشعوب، نحو إسقاط هذه دعم القضية الفلسطينية لقضية الأمة اليوماتية بالمحافل الدولية. يجب تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية العربية يكون دعم لإخوتنا وشد العمل العربي المشترك حقيقة، ونعمل عن مخرجات هذا المؤتمر ستكون لها انعكاسات جيدة، وسيكون دفع العمل العربي بحكم الرئاسة الجزائرية ودفع هذه الحضور الجزائري اليوماتية نثمنه في إطار كممثل وحيد للشعب في الأمم المتحدة واللي طال دفع العمل العربي. نرجو أن حقيقة ينعكس على هذه المخرجات هذا المؤتمر الذي ونرى نشهد الشعوب العربية تجسيد إرادته من خلال هذه العمل البرلماني العربي اللي يجب أن هذه إحنا مشرعين يجب أن نكون وراء هذه النصوص اللي كثير من الاتفاقيات الدولية اللي تحمل عناوين كبيرة كحقوق الطفل، حقوق المرأة، العادل والأمور سامية حقيقة لم نراها ولم تجسدها على أرض الواقع من خلال يجب أن ندفع بهذه حتى نعيشها واقعا لا ورقا.